طبعا في البدايه اشكر فريق ابشر على اتاحتهم الفرصه لي للتطوع في توزيع الوجبات الرمضانيه بشعار اطعم الدنيا تطعم بالاخره. حملة أطعم في الدنيا تطعم في الآخرة. أشكر فريق أبشر تطوعي على إتاحة هذه الفرصة لي في الدخول في هذا الشيء التطوع، وجعل الله في ميزان حسناتهم وقصر الشباب، ويكفيني والله ابتسامة شخص يوم أعطيه الأكل والوجبة. جزاكم الله خير.